ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصيب 4 تلاميذ يتابعون دراستهم بالثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد صباح اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 أمام الثانوية بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك إثر انقلاب سيارة من نوع داسيا كان على متنها 3 أشخاص تسير بسرعة جنونية. وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الوقاية المدنية والأمن الوطني إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا في الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد، حيث تم توجيه 2 إلى البيضاء نظرا لخطورة الإصابة. وأكدت مصادر إعلامية أنه مباشرة بعدما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع أقدم 3 أشخاص كانوا على متن السيارة على تقديم نفسهم إلى مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية لبرشيد بعدما كانوا قد اختفوا من مكان الحادث. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.